سمعتوا قواس بس انقضت على خير. شكرا للنجم عاصي الحليني ومن اجواء لبنان رح نطير على الشرق الادنى ونغط بكوريا مع ميرال ومهدي. تربحي 3 ايام من العمر بكوريا، النابضة بالحياة. صحيح خرجت ميرال من ستار اكاديمي، لكن السفرة اللي ربحتها لازم تصير. انت ما تسافري لحالك. اوكي. فيك تنقي شخص. اوكي. من اصحابك اللي ظهر من الاكاديمية تتصلي فيه وتعزميه يروح معك للسفر. واختارت ميرال. مهدي ما كان عارف. اتصلت فيه ميرال وخبرته وما كان يصدق لوين رايح. مهدي عم تسمع؟ شو ميرال عم تسمعك شو بي؟ انا ربحت جايزة على كوريا، مسافرة على كوريا، وانت جاي معي. I'm serious. You're coming with me, like it? حضروا حالهم وانطلقوا، وبعد سفرة 10 ساعات وصلوا على كوريا ودخلوا بسرعة على الأجواء الكورية. سانغيو. تعلموا كم كلمة كورية وبلشوا مشوارهم. المعروف إنه كوريا بلد غني بالمعالم التاريخية، ومن أكثر المعالم شهرة هو القصر القديم اللي كانوا يشوفوه بالصور. شافوه هون على حقيقته. تراديشنال دريس تبع اللبس التقليدي تبع كوريا. رح نكون كوريين هلا. كوريا كلها حياة وطبيعتها ساحرة، كأنها مجموعة صور، وكل صورة أحلى من الثانية. كتير حلو، كتير حلو، عن جد كتير حلو. تمشوا بأسواق العاصمة الكورية، تفرجوا وداقوا الجمال، وفي أحلى من اكتشاف ثقافات جديدة. This is Korean traditional sweet, dragon's beard. This is love of honey. وغير تذوق الجمال، داقوا الأطباق الكورية. وإذا بعد ما شفتوا اللي شفوه ما بتحبوا تزوروا كوريا اليوم قبل بكرة؟ كم ساهم ندا؟ يعني thank you. شكرا.